فاتش بقى نظرك الاربع بنات الحلوين دول؟ ما كانوش موجودين، هم كانوا انا ما اعرفهمش. أيوه. فلما ابتديت اتعرف عليهم وبتاع لقيتهم لطاف جدا، وابتديت اتعود عليهم واشتغلت بقى معاهم وكده. وبعدين بقى بعد 5 سنين صداقه مع ميرفت، معاهم كلهم يعني، بس قصه الحب بدات ازاي بقى مع ميرفت؟ ما تفهميش القوي في الاقوى منه بقى. في بصي احنا كنا اصدقاء، القوي في الاقوى منه يعني. هي يعني هي معرفش ضحكت عليا ازاي خليتني احبها. ميرفت اللي ضحكت عليك؟ مش عارف. طب انا هتاكد. لا 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 لا, لا. هي ما ضحكتش ولا حاجه. هو انا كانت صديقتي جدا، وكانت تشوف عندي علاقات وتقعد تزعق لي وبتعمل مع دي ليه كده وتعمل مع دي مش حاجات كده. وبعدين قلبت الحكايه فجاه بدون اي سبب مفهوم يعني. وقلت لها، هي كانت بتنصحك بتشتمني كمان وتقول لي ما تعملش كده ولا حاجه، بايظه جدا. وكنت انت لسه ما حسيتش بمشاعر؟ لا ما فيش حاجه، احنا قعدنا 5 سنين اصدقاء بس، أصدقاء كده ما فيش حاجه، وكل مصايبي شايفاها. فعرفت كل فهو الحياة. ده يمكن ده السر بقى في استمرار، واحنا بقى لنا الحمد لله يعني. امتى قلت لها انا بحبك؟ قبل ما نتجوز على طول يعني. قبل ما نتجوز على طول؟ تقريبا. قبلها بشويه؟ يعني انا هتاكد من الكلام. 4 5 اشهر يعني. انت دلوقتي مش عم جميل، انا هتاكد دلوقتي. انت هتكلميها ولا ايه؟ معايا الجميله دكتوره ميرفت ابو عوف، زوجة الفنان نبيل علي ماهر. مساء الخير يا ميرفت. اهلا 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 استاذه شبكي. انت عارفه انا ضعيفه امام عائله ابو عوف كلها. الله يخليك يا رب. انت عارفه يعني، وطبعا يعني عملي مع دكتورة عزة أبو عوف لسنين في الإعلام خلاني على طول ببقى حاسة أن أنا كده جزء من العيلة دي. طبعا هو حضرتك عزيز عليه وعلينا جميعا الله طبعا. طب قولي لنا بقى الكلام اللي سمعتيه ده من الفنان الجميل عم جميل ده، ده كلام صح ولا أنت عندك اعترافات أخرى؟ لا والله هو طول عمره يعني، أنا طول عمري ما عنديش أصدقاء ولاد الحقيقة. وانا كنت حطيت علاقتي دي مختلفه عن بقيه الفرقه، لان بقيه الفرقه كانوا متربيين في بيتنا مع عزة، لانه طبعا سنه كانوا قريب، لان نبيل اصغر حد كان في الفرقه. فلما دخل كان رخم شويه كده، ما كانش عايز يعرفنا خالص يعني. اللي هو بيقول كان بيبقى قاعد في الكواليس. أيوة. ومش عايز يشتغل. أيوة. وبعدين بقينا اصحاب قوي، سافرنا بقى سفريات كتيره جدا وبقينا اصحاب جدا جدا، واصحاب اخواتي كمان منى ومنال ومها الله يرحمها. والحقيقه هو زي ما هو كده، بس فعلا فعلا كان يعني كان في ليه كده تصرفات طائشة. يعني قعدتوا 5 سنين اصدقاء بس. والله. امتى قال لك انا بحبك وعايزه اتجوزك؟ والله قال ما تيجي نتجوز. فانا كمان فاجئت باني انا بقول له يلا يعني ال كان واضح ان العلاقه تحولت الى علاقه اكثر من صداقه، من غير ما حد يقول التاني يعني. من غير ما انتوا الاثنين تحسوا يعني. بالظبط كده. وده من الحاجات المميزه جدا، لان ما كانش حد فينا يعني بيرسم على التاني او بيحاول يبقى. أيوة. شكله احسن من حقيقته. هو شايف انا ايه وانا شايفه هو ايه، وكان في صداقه عميقه، وشيء متهيألي من اهم اسباب النجاح يعني في العلاقات الزوجيه عموما. صح، يكون في صداقه جميله. وبعدين كمان الفن كان جامعكم، والموسيقى ونفس الشيء يعني. طب انا عايزه اسالك، انت رايك ايه في بقى كممثل يعني دلوقتي نجاحه في مسلسل حاله خاصه جدا، دور عم جميل، رايك فيه ايه؟ لا طبعا انا من زمان جدا، وهو يعني مع الفور ام هو عملنا 3 اعمال، 2 مسرحيه وواحد فيلم تلفزيوني، وهو كان بيعيش الدور وادوار يعني، ادوار سنه كبير، وكان دور منه كان طالع متجوز الاستاذه امينه رزق، ويعني عمل ادوار مختلفه ودايما شاطر، والكل كان بيشهد له الحقيقه، مش احنا بس، حتى اللي كانوا متخصصين في الفن يعني. انما هو ما كانش ابدا يعني، كان الدم كان ساعتها مركز تماما مع في المزيكا، وكان هو دوينج فيري ويل يعني، كان شغال كويس قوي في المزيكا، فمركز، ما كانش مركز قوي في التمثيل. انما عم جميل حاله مختلفه، لانه أكيد. يعني حقيقي كل حد لازم يكون في حياته عم جميل، لانه كلنا عايزين عم جميل. صح. بالظبط كده. وهو يشبه له قوي يعني، يشبه له من طيبته، من السنسيرتي بتاعته. لا هو عم جميل في البيت، هو عم جميل في البيت. والله يعني هو طيب يعني، هو اخلاقه طيبه جدا، وهو دايما من الناس اللي بتحب الخير للناس قوي، بتحب الطبطبه،
بيحب يكبر لما حد يبقى مضايقه، فعنده طباع الحقيقه يعني طباع ادميه عاليه قوي، يعني البني ادم فيه عالي قوي والله. جميل. مش بتكلم كده على انه جوزي يعني. طبعا عايزه اقول لك انه زوجتك تبقى بتشكر كل هذا الشكر ده اديتها مبلغ قبل ما انزل، دي حاجه دي حاله رائعه يعني. حبيبتي. انا بحب هذه الحاله دايما وببقى سعيده لما تبقى البيوت فيها الالفه الحلوه دي يعني. الله يخليك يا رب، شكرا جزيلا. طيب انا تحبي تسالي سؤال فني، ايه رايك؟ يعني سو فار اكتر عمل، يعني لو انت بتضخم على اعمال نفسك تعمل عمل زيها، انا عارفه ان انت عايز تعمل دور شرير. ايوه. انما اي نوع من الشر، وخدي بالك لو عمل شرير خدي بالك بيتاثروا. ايوه خلي طبعا. بالك بقى تبقي تاخدي اجازه انت في البيت. اكيد يعني. طيب احنا هناخد الاجابه منه. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا دكتوره ميرفت ابو عوف، ودايما كل التحيه لكل عائله ابو عوف اللي بنحبهم وبنحترمهم دايما. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.